السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي نحن عن الكسور والأعداد المركبة. أوكي، سبسكرايب ولايك وخلينا نكمل. أوكي، رح نحكي اليوم عن الرقم الصحيح، عن الكسور والأرقام المركبة. فخلينا نبدأ مع الكسور. الكسور مثلا الكسور هو 1/4 مثلا، أو 2/5، ويعني شايفين انه دائما كل الكسور في رقم فوق ورقم تحت، فوق تحت، اسمه الفوقاني بسط والتحتاني مقام. يعني الاسماء بسط، هذا اسمه ب صاد بص د بعدين دال بسط بسط سانش لا بسط 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 هيك او شو ما كان، بس يعني بسط ما بعرف انا كيف اكتبها. المهم بسط، الفوقاني بسط والتحتاني مقام. يعني اذا حدا قال لك قولي شو بسط وقولي شو المقام، يعني بتعرف شو عم يحكي عن. فبسط مقام. وكل الارقام الكسريه يا اما اكبر من 1 او اقل من 1 او 1. 1 مثلا اذا كانت 5/5، هذا بيطلع 1، لان البسط والمقام نفس الشيء. لما البسط والمقام نفس الشيء، شو ما كان الرقم بيطلع 1. فاهمين شو قصدي؟ ايه. اما لما بيطلع 0/6، هذا 0 يعني impossible، يعني ما ممكن. اما اذا